اهلا وسهلا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نحضروا مع بعضنا حويجه سهله بنينه صحيه، ما فيهاش برشا مجهود، ما فيهاش برشا تعب. باش نحضروا مع بعضنا كفته بالبروكلي واللحم المفروم، بنا نودكم وما نشهيكم. يلا تابعوني شوفوا مع بعضنا طريقه تحضير غصتنا ان شاء الله لليوم. نبداو بسم الله. خذيت راس بروكلو هكا صغير، غسلته مليح، نظفته، حطيت الماء يسخن باش نفوروه مع 3 سنون ثوم. لهنا اخترت باش نفوروه، مانيش باش نصمته، باش ننقص من الكونتيتي نتاع الماء، على خاطر احنا باش نعملو بيه الكفته دو بريفيرونس يكون شايح باش ما يعطلناش. دونك خذيت راس البروكلو قسمته كيما تشوفوا، يقعد يتفور ما بين هكا 15 20 دقيقه. انتوما وعينكم ميزانكم، كي تمسوه هكا بالمغرفه ولا فرشيته تلقاوه هبا، وقتها طفيو عليه وتخلوه يستقطر شويه، كوميم باش يبدا فيه ماء، ما اقل من انكم تصمتوه، تخليه يستقطر مليح 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 لين يشيح، وبعد نبداو في تحضير الكفته نتاعنا. انت خطوه باش نحضروا اللحم المفروم، باش نحطوا شويه زيت زيتونه، راس بصل هكا متوسط مقصوص جويه كيما تشوفوا، وباش نزيدوا عليه 200 غرام من اللحم المفروم. نقليوه بالباهي مع البصل، وباش نفوحوه بشويه كليلو زعتر، مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه صغيره تبلو كرويه، شويه كركم والملح. توا كملنا حطينا اللفاحات، باش نقعدو نقلبو هكاكا لين يطيب عنا اللحم مفروم، مانيش باش نزيدو حتى قطره ماء، باش نخليوه يطيب فك الزيت هذاكا والماء نتاع البصل اكهو. اللحم مفروم حضر سايي، البروكلو زاد طاب، وجست هكا ما نفضتو هكا شويه من الماء نتاعك المقفول من فوق، كما تشوفوا هكا شايح امور واضحه معك سنينات الثوم. بطبيعه مانيش باش نلوحوهم هذوكم، باش نحطوهم في خليط متاع الكفتة. نزيدو توا أكل حم مفروم اللي طيبناه وحضرناه، نزيدو توا الشابلور مقدار هكاكا شطر كاس، 100 غرام جبن جريير رابي، ومعدنوس مقصوص هكاك جويد ومسقطر بالباهي بطبيعة. مش نفوحوهم بمغرفة صغيرة تابلو كروية، شوية فلفل اكحل وشوية ملح اكهو، جوست هكا باش نعزوك النكهة ويجينا بنة على بنة. الحقيقة تنجمو راهو تزيدو هكا شطر مغرفة صغيرة هريسة عربي إذا كان تحبو. حطيت من الأول كعب عظم، حسيتها ماهيش باش تكفيني خاطر الخليط ما شاء الله، دونك زدت كعب عظم أخرى، دونك استعملت كعبتين عظم كاملين. دونك نخلطو بالباهي كل شيء، نحطو الفور متاعنا يسخن على 180 درجة من الفوق ومن اللوطة، وحطيت طبق الفور عليه بابي كويسون هكيكا نضمنو أنها ما تلصقش الكفتة في الطبق. دونك نشكلو الكعابر سولون الكبر اللي تحبوا عليه نتوما، سهله ماهله ما فيها حتى شيء، كما شفتوا شاده روحها تعمل 66 كيف.
تاو ما بقى لنا كيمش حطوها في الفور. وبعد 20 دقيقة هذه النتيجة ما شاء الله نودكم وما نشهيكم، الريحة فيوحة، البنة ما نحكي لكمش الحقيقة حاجة روعة. هكا نكونوا كملنا غسيتنا ان شاء الله لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها وما تندموش. ما تنسيوش كالعادة لايك على الفيديو، ابوني عشان يوتيوب، نستنى لي كومنتير متاعكم. مرحبا بيكم الناس الكل، وصحة وبشفاء.